بشكرك يا فندم. ايضا معنا عاد الينا مره اخرى على الهاتف الاستاذ عبد العزيز المدحمي، عضو مجلس الشورى السعودي. استاذ عبد العزيز، اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا بك. اهلا بك استاذ عبد العزيز. ايضا بدايه تعليقك على هذا الحادث الارهابي الاليم الذي يعني طال ابناء القوات المسلحه في الاراضي المصريه امس. الحقيقة نعزي أنفسنا ونعزي الشعب المصري الشقيق بما آلت إليه الأوضاع، وللشهداء الواجد من أخواننا جنود القوات المسلحة المصرية. وهذا الحادث الأليم لن يثني مصر ولن يثني الأمة العربية ولا الإسلامية على القيام بواجباتها ومهامها. وهذا يؤكد أن الإرهاب ومنابع الإرهاب يجب أن تجسد ويجب أن تحارب على مستوى العالم. ما يشهده العالم الآن، نرى العالم يجتمع الآن نحو التطور والتقدم والرقي لتنمية الإنسان والمكان، ولا زالت هناك جماعات إرهابية ودول راعية للإرهاب للأسف تدعم هذا التخلف وهذا التطرف الذي أودى بحياة الشعوب والأمم. والهدف من هذا هو لعجعة الاستقرار وأمن بلداننا الغالية. ما ننظره أو نلحظه على خارطة الشرق الأوسط أن من أكتوى بالإرهاب وعناصر الإرهاب حقيقة دول ذات قيمة عالية. المملكة العربية السعودية تعرضت لمواقف إرهابية كبيرة، مصر العروبة. ما نلاحظه هنا وهناك يؤكد ان هناك اعداء للبشريه وللانسانيه وبافكار متطرفه لا مكان لهم في هذا العالم المتطور. حقيقه ان هذه المواقف وما يتم من تطرف وباسم الدين وباسم الدول الراعيه للارهاب والوقوف المؤلم والدعم، هذا يعني ان يجب استئصال هذا المرض السرطاني على كافة المستويات، على مستويات الدول والشعوب. ويجب أن يكون الإسلام من هذا الطراز. للأسف أن هناك أي عملية إرهابية أول ما يتبادر إلى الذهن أن يكون تربط بالإسلام، والإسلام والقيم الإسلامية والشعوب المتحضرة أرقى وأبعد من أن تتبع هذا الفكر المتخلف الحاقد. عزاؤنا لأنفسنا وعزاؤنا لأبناء مصر الوفية. استاذن حضرتك، طبعا يعني تحدثنا عن انه الرباعيه العربيه التي قامت بقطع العلاقات مع قطر، ويعني الاشاره الى انها دوله داعمه وحاضنه للارهاب. البعض يذهب الى ان ده ممكن يكون رد فعل، وخصوصا في اطار رفضها للبنود التي تم الاتفاق عليها، ويعني رفضها تماما لتطبيق او تنفيذ هذه البنود. كيف ترى ايضا هذه وجهه النظر؟ الحقيقة الدول الأربع المعلومات أعتقد أن هناك طبع الكيل مما يؤلم. والسؤال الذي يطرح نفسه، ماذا تريد قطر وإلى أين تتجه وماذا هو الهدف؟ هي قطر أو إن كانت خلف هذه المواقف أو داعمة للإرهاب؟ السؤال الذي يطرح، هي استخدمت كأداة أو احتوت جماعات إرهابية؟ هذه الجماعات الإرهابية ابتلعت الدولة بأكملها، فصارت هي من تسير للأسف قطر أو أي دولة ترعى الإرهاب، وهذه نتيجة طبيعية. لمن يرعى الخيانة سيخان به. فلذلك الحقيقة مواقف الدول الأربع أو المواقف كل العالم يقف ضد الإرهاب. ولهذا إن كانت قطر تقف وراء هذه العملية أو وحان الوقت تمام. وضحت الصورة. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد العزيز المدحمي، عضو مجلس الشورى بالسعودية. كل الشكر لحضرتك أيضا يا فندم.